الذي يعني وضعناها قبل الرقصة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فيها الدرانا فإن كفن في القميص ونزع عليه الغلبان هذا
هذه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وأن يكون الرجل من
كما نكون هنا في الصلاة بالعكس هنا في هذا الغرفة، يعني بما يجب أن نعمل الرجال ثم الأفراد ثم النساء، وهنا بما يجب أن نعمل ثم الطفل ثم المرأة. ويكون رأس الصبي إلى رأس الأفراد الوسطى. رأس الصبي مع رأس الصبي إلى رأس ثم المرأة تكون في الوسط، يعني رأس هذا الرجل وهذا الغلام والولد مقارب لوسط المرأة. ويكون رأس الصبي إلى رأس الرجل وسط المرأة من وسط المرأة إلى رأس الرجل. وهكذا الطفلة يكون رأسها إلى رأس المرأة. ويكون وسطها إلى رأس الرجل، ويكون وسطها جميعا قبل الإمام، إلا أن يكون واحدة من المكان قبل الإمام فإنه يطوف عن يمينه. قال رحمه الله تعالى: ستة دفن للميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على دفنه الأيمن. هذا الذي ذكر، يعني يوضع شيئا قرابا للميت. وتحل لقبره ليس حتى يكون عليه، نعم. وتحل لقب المكان. تحل الأرض، نعم. ولا تنزع ويتطرف، ولا تكشف ولده سواء كان الميت رجلا أو امرأة. نعم. ثم يقصر عليه المدن ويقيم حتى يكبد ويقيه التراب. فإن الواحد يقيم، يعني صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من بدء الميت. نعم. قال رحمه الله عاشر الليل
صنع الطعام، هذا من المياه الكبيرة من التبرك. فلابد كل واحد يعلم أن من أهل الإنسان هذا بعد الموت لا بد أن يكون أنني قريب ممن يصنع بعد الموت اجتماع كذا وكذا وكذا. والبعض يقول قد يغضب صلى الله عليه وسلم.